تتذكروا بالمدرسة وقتها كانت واحدة منها تجيها واحدة أو واحد منها تنكون politically correct بس وقتها كانت واحدة أو واحد منها تجيها بالمدرسة وبدنا نفهم بعض إنه بدنا كوتاكس وبصير في حالة بتصير إنه ريتا عم تعيط لي شادن شادن معك بصير أنا بدي أحذر فكر شريدز توصل بالوان وورد شو هي مشروحة منقوشة لا أنا مفكر بأكل كل الوقت لا شادن شادن بتفهم علي أنه بدها كوتاكس بصير تاني ستاب هي بدنا نوصلها الكوتاكس من أول الصف لآخر الصف نطلع يمين وشمال إنه ما في حدا عم يطلع ما في شاب حيشوف كوتاكس وينهار ننزل شوي شوي على الكرتابل خش 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 بترفع أصبعك مدام جبو باسي لا غام أريتا المعلمة لأنه سيستام فرنسي وهي شلكة حتقلكن لا بتجربوا مرة تانية مدام ما حاولي أكتر لا غام الله يوفقك فهمي لا غام أريتا إذا قالت لك إيه بتعطيها لقام أريتا إذا لقيت اللي حالة أنت آخر همك يعني ملاحظين الديزاين على الكوتاكس على علب البادز أكيد شاب اللي عملهم لأنه بيجوا هيك بيجوا روز و... وجولي و... وعليهم فلاير وباترفلايز وريكونتان وهذا كله أكل خرا لانه انا سي با جولي انا لما تجيني بيكون كوينتن ترنتينو عم يعمل اخراج بكسه